السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم نشوف صفحة 80 من كتاب منار اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي. احنا في درس التراكيب الأسماء الخمسة اثنان، يعني الجزء الثاني، لأن فايت خدمناه الدرس هذا فيما سبق. أتدرب وأطبق. أحدد الأسماء الخمسة فيما يأتي وأبين علامة إعراب كل منها. أخوك عضو في النادي البيئي. أخوك عضو في النادي البيئي. الأسماء الخمسة هنا واحد منها هو أخو. علامة إعرابه هو مرفوع بالواو. الجملة الثانية: كافأت المديرة أبا هند. كافأت المديرة أبا هند. هنا واحد من الأسماء الخمسة هو أبا منصوب بالألف. هنا سلمت على حميك. سلمت على حميك، يعني هو الحما، هو السهرة ونسيبك. قال لك سلمت على ناس، سلمت على نسيبك. حمو هو مجرور بالياء، واحد من الأفعال الخمسة مجرور بالياء. حميك. هنا لا تضيع نصيحة لذي تجربة. لا تضيع نصيحة لذي تجربة. شي واحد اللي عنده تجربة، شي واحد كبير عليك، يعني ماشي يجي ينصحك تقعات ما ديهاش كاع فيه وتضيع ديك النصيحة. ديما اللي عنده تجربة تصمت له النصيحة ديالو، لأن غادي يفيدك في العوض ما توقع أنت في نفس دوك الأخطاء ونفس دوك المشاكل، هو فايت وقع فيها وكينصحك باش تفاداها. إذا لا تضيع نصيحة لذي تجربة. من الأفعال الخمسة هو ذي مجرور بالياء. مجرور بالياء. نمر للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: أكمل ما يأتي بكتابة ما يناسب في الفراغ من الكلمات الآتية ثم أبين السبب. عندنا مجموعة من الكلمات هي ذو الأخلاق النبيلة، وعندنا ذا الأخلاق النبيلة، وعندنا ذي الأخلاق النبيلة. واضح؟ في الجملة الأولى أثنت، يعني شكرت، أثنت مدحته أو شكرته. أثنت أستاذتنا على ذي الأخلاق النبيلة. علاش قلنا هاد ذي ما قلناش ذو أو ذا؟ قلنا ذي لأنه مجرور بالياء. شنو اللي خلاه يكون مجرور بالياء؟ أن سبق حرف وجر، هو على، سبق هذه اللي خلاته يكون مجرور، ومجرور بالياء لأنه من الأفعال الخمسة. باء: فاز ذو الأخلاق النبيلة بالمسابقة. علاش درنا ذو؟ لأن فاز من؟ فاز هو، فاز ذو. ذوها فاعل، والفاعل يكون مرفوعا، وهنا هذا الفاعل من الأفعال الخمسة، إذن يرفع بالواو. إذن فاز على حسب موقع حال الجملة. هنا جات مجرورة بالعلى، هنا حيت هذا الفاعل نقوله مرفوع بالواو، ذو الأخلاق النبيلة بالمسابقة، هنا يحترم الجميع ذا، يعني هنا جاء مفعول به. يحترم الجميع من؟ يحترم الجميع ذا، يعني هذا مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأفعال الخمسة، ذا الأخلاق النبيلة. فهمتوا؟ يعني على حساب الموقع ديالو في الجملة كيجي الإعراب ديالو. كان منصوب نقولوا بأنه منصوب بالألف لأنه من الأفعال الخمسة، كان مرفوع نقولوا مرفوع بالواو لأنه من الأفعال الخمسة، كان مجرور نقولوا مجرور بالياء لأنه من الأفعال الخمسة. نمر للسؤال الثالث. أضع اسما من الأسماء الخمسة مكان النقط وأبين علامة الإعراب. عندك مقترح عليك الأسماء الخمسة وعاطينك تحط واحد فيهم مكان النقاط وتبين علامة الإعراب.
واضح؟ هنا ضع المنديل على فمك، ضع المنديل على فيك، لأن مجرور بعلى، ضع المنديل على فيك مجرور بالياء، ما نقولوش فوك أو فاك لأن جات مجرورة لأن سبقتها حرف جر كما قلنا سابقا. الجملة باء، أبو محمد رجل طيب، أبو محمد رجل طيب، هذا مبتدأ مرفوع أبو بالواو. تحترم المرأة حماها، علاش قلنا حماها ما قلناش حموها؟ لأن حماها راه فاعل مفعول به عفوا. تحترم المرأة من؟ تحترم المرأة حماها. محان، أكل الولد التفاحة، أكل الولد ماذا؟ التفاحة مفعول به. إذن تحترم المرأة من؟ تحترم حماها، ما نقولوش تحترم ماذا لأنه عاقل، العاقل كنقولوا له من، وغير العاقل مثلا الأشياء أو الجماد أو الحيوان كنقولوا ماذا. إذن تحترم المرأة حماها لأنه منصوب، لأنه مفعول به فهو منصوب بالألف. دال، احترم ذا الأخلاق الحميدة، ذا علاش جات منصوبة هنا؟ لأنه راه مفعول به. احترم أنت، من ستحترم ذا إذا الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره أنت، احترم أنت ذا الأخلاق الحميدة، ذا هو مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأفعال الخمسة. نمر الآن التمرين رقم 4. التمرين رقم 4 يقول أضع مكان النقط اسما من الأسماء الخمسة وأبين علامة إعرابه، أضع مكان النقط اسما من الأسماء الخمسة وأبين علامة إعرابه. أعن ماذا؟ أعن أخاك الأصغر، أعن أخاك الأصغر مفعول به، أعن أنت أخاك الأصغر. عادت فاطمة، عادت يعني زارت، عادت فاطمة حماها في المستشفى، يعني نسيبها سهرها، عادت فاطمة حماها. إذن حماها راه مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة في المستشفى. نجم، أحب ذا السلوك النبيل، أحب أنا ذا السلوك النبيل، ذا مفعول به سلوك النبيل. دال، لا تضع يدك قبل غسلها في فيك، يعني لا تضع يدك قبل غسلها في فيك، يعني في فمك، راه مجرورة لأنها اسم مجرور بفي، واضح؟ نمر الآن السؤال رقم 5، سؤال 5 وهو السؤال الأخير بطبيعة الحال. استعمل كل اسم من الأسماء الآتية مضافا إلى غير ياء المتكلم في جمل مفيدة، حيث يكون الأول مرفوعا والثاني منصوبا والثالث مجرورا. ما تضيفوش ياء المتكلم باش يتنصب بالألف ويترفع بالواو ويتجر بالياء، لأن هادو لا تفتهم ليا المتكلم، راه ما تخدملوش ديك القاعدة اللي كندرسو من هادي شحال. فاز أبوك، علاش؟ لأن قلنا شنو؟ الأول مرفوعا، فاز أرد أبوك نديروها فاعل، فاز أبوك بالمسابقة، فاز أبوك بالمسابقة. هنا بغينا الثاني يكون منصوب، إذا خصنا نديروه مفعول به. صادف تو، أنا صادفت، إذن أنا الفاعل، حتى هذه المتحركة هي الفاعل. صادف تو حماك مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، حماك هذا المساء. أنا مررت، يعني أنا مررت بذي، أنا أشقلاش مزرورة بالباء، بذي علم يحدث الناس، دست على واحد الراجل زي ما عنده علم وكيحدث الناس، يعني ينصحوا الناس. وهكذا كملنا صفحة 80 تطبيقات كتابية ديال درس التراكيب على الأسماء الخمسة. إلى اللقاء.